ثوار مناضلين قالوا بلا وطن، قلنا لن يطول الزمن. قالوا تبغون المستحيل، قلنا الأمانة ننقلها من جيل إلى جيل. أيها الشعب البطل المناضل، أيها الصامدون على أرض الآباء والأجداد، أيها اللاجئون الحالمون بالعودة، 69 عاما مضت وكأنها الدهر كله. 9 ملايين فلسطيني بين لاجئ ومهجر، إنها النكبة الكبرى، تلك التي لحقت بشعب صغير تحت سمع وبصر العالم أجمع، وما زالت مستمرة، مستمرة بصمت وخزي عربي، مستمرة بصمت وخزي عربي رسمي. ورغم السنين وهول الجريمة، إلا أنهم شعب مقاوم صامد متمسك بحقوقه الوطنية، حق التحرر والاستقلال، والحق الأبدي والتاريخي بالعودة إلى الديار الأولى. هكذا مرت 69 عاما بين نكبة وملجأ وموت، وحياة وأمل ومفتاح لا زال في الجيب، أمله الوحيد أنه لم يصدأ. 69 عاما ولم ننسى البيوت والديار في حيفا ويافا واللد والرملة، لم ننسى صبارين وأم الزينات والريحانية، لم ننسى أجزم وعين الغزال وبعلين والفالوجة والتينة، لم ننسى مرابينا وأرض الخير والسمن والعسل. بين ذاكرة النكبة تلك وهذه، جيل الأجداد منه قد مضى ومنه من ينتظر، فيما جيل الأبناء والأحفاد لم يعرف من وطنه سوى سيرة مضت يحفرها في قلبه لحق أجيال لم تحضر بعد، وإصرار منه على أمل بعودة إلى الديار قد لا يكون ضمن قوافلها. الحياة هي التمرين الأصعب للإنسان الفلسطيني، أن يحيا على أمل، على حلم. الحلم هو نفس الحلم في الغرب والشرق، الحلم الذي تعشعش في الضمائر العربية الحية. لم ننسى ولن نغفر ولن نهدأ ولن نستكين مهما طال الزمن وتباعدت المسافات، لن نيأس مهما بدت الظروف صعبة ومظلمة، وسنواصل العمل والنضال جيلاً بعد جيل لإنجاز حقنا المقدس، حقنا الفردي والجماعي بالعودة. ونحن موقنون بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب. نحن نعلن رفضنا لكل مبادرات الحكومات العربية الانهزامية، ونقول لأصحاب تلك الخطط المشبوهة: ارفعوا أيديكم عن هذا الملف المقدس، ارفعوها. إننا كأصحاب قضية ندرك أن المهمة الرئيسية الماثلة أمام الجميع العرب هي الخلاص من الاحتلال، ونحن نؤكد اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الهدف واحد موحد، والقضية واحدة لا تتجزأ، وجوهرها كما كان على مر السنين، وإنجاز حق العودة واحد لا يتضمنه التطبيع أو مخططات التوطين أو التهجير أو التعويض. فلا عوض عن الوطن ولا بديل لفلسطين. عار أن يتزامن تواجد وفود صهيونية على أراضينا العربية بحجج تجارية ورياضية مع ذكرى النكبة. عار أن يباع الضمير العربي، أن تباع قضية الكرامة. عار عليكم أيها المتخاذلون، عار عليكم أيها الحكومات العربية أن تكسبوا رهاناتكم على حساب سيدة الأرض. فلنعلم أن استعادة فلسطين لا تكون دون نهوض الأمة العربية، فالوحدة الوحدة أيها الشعب، ومزيدا من النضال والصمود، وإننا حتما لعائدون. يقول محمود درويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين.